ازيكم يا شباب؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا طلبتوا مني ان انا استعرض فخ بهجت، تمام؟ وزي ما انتم شايفين احكي لكم قصه بهجت دي من الاول. الفخ ده كان فخ صد، كان فخ صد، وبعدين قلبته فخ فردي، وبعدين بقى فخ حشود. بس فخ حشود لو ميت، يعني قوته قليله، تمام؟ لان انا يعني لو عملت جيش، يعني عملت جيش زي الناس مثلا 20 مليون و 24 مليون، هتبقى قوتي 400 350 360، حاجة زي كده. يعني قوتي مش هتزيد، لأن أنا اوريدي معايا تي فور، معايا تي فور، تمام، وحبة حلوين. بس مش عارف الرماة راحوا فين. الرماة تقريبا في المشافي. ثانية كده، الرماة هو في المشافي بيتعالجوا، في لسه في تي فور. المهم نسيبنا من كل ده. اهم حاجة الابحاث. الابحاث انا كنت مش عايز اشتغل على الصيد، تمام، بس اضطريت ان انا اشتغل على الصيد، واضطريت ان انا اشحن برضو كام عرض صيد عشان خاطر اقدر اصطاد، ما كنتش ناحية لما ادخل تحالفات، تمام. هنا الابحاث، طبعا ابحاث التصدي مكسها، ابحاث التصدي مهمة، تمام. الدفاع طبعا مش انا اللي شغال عليها دي، انا سبت القلعه مع واحد صاحبي، رب الله يبارك له، صفرها لي، وعشان يرجع القوه تاني وانا ما عارفش ان هي اتصفرت، راح دخل عمل ابحاث ملهاش اي لازمه عشان خاطر يرفع القوه تاني، تمام. ما انصحش ان حد برضه يشتغل على الحاجات دي، يعني والاوامر المركزيه. يعني انت لو هتعمل فخ، ما انصحكش ان انت تعمل غير التبديل السريع، بس هي التبديل السريع اللي تعملها، دوبك تعمل تبديلة واحدة بس، ما تعملش اكتر من تبديلة واحدة، اللي هي معدات الفخ. انا عامل تبديلتين عشان معدات الصيد ومعدات الفخ، يعني انا ما بعملش كتير، ان انت لو عملت كتير بتزيد قوتك على الفاضي، ودي ملهوش لازمة، تمام. هتفهم الكلام ده قدام ليه احنا مش عايزين نزيد قوة من الابحاث. احنا عايزين نزيد قوة جيش، عدد جيش، قوة قليلة عشان نخلي الناس تتغر فينا ويحشدوا علينا او يهجموا فردي، على حسب انت عايز. وبرضه بالنسبة لخانات الوحوش، يعني كفاية عليك 3 خانات، وما تشتغلش، ما تشتغلش على الخانة الرابعة ولا الخامسة ولا الكلام ده. ترويض الوحوش هي لفيفة 3 وتعشت على كده، ما تنزلش تحت، برضه ملوش اي لازمة ان انت تفتح لفيفة 4. حتى لو انت فتحت التيفور، ما تقولش انا فتحت التيفور خلاص. انا لما اشوف ناس بتفتح التيفور قوته بيعدي 800 مليون، وتيجي تسأله يقول لك انا فتحت التيفور. طب ما انا فاتح تيفور، تمام، وشوف قوة البحث عندي كام. قوة البحث عندي 107، البحث عندي 107، يعني يعتبر احلى من كده مش هتلاقي، تمام. هما كانوا 100 الصراحة، بس السبعة دي جت ايه بسبب بتاع التصدي، ابحاث التصدي لما كنت بمكسها. هما كان حاجة و80، ابحاث التصدي عشان امكسها رفعت زي ما انتوا شايفين. المهم بالنسبة للوحوش، الوحوش اللي هتحتاجها لو انت فخ فردي او فخ حشود، هتحتاج مهارة العنقاء. مهارة العنقاء مش المهارة دي، لا، المهارة دي اللي هي الرجوع الفوري دي هتفيدك فيها يا معلم. انا بص عامل منها كام واحدة، دامج منها 89، انا كانوا 100 وحاجة. هتقولي ليه ده مش كمية كبيرة؟ لان ساعتها هديت البتاع ده عشان خاطر ايه، انزل قوة الفخ، لان انا كنت فخ فردي. فدي هتفيدك في ايه يا معلم؟ العنقاء دي هتفيدك في ان انت لو بتفخخ، انت كفخ فردي دلوقتي وبتفخخ، تمام، انت دلوقتي بتفخخ وانت فخ فردي، وجيت بتجمع موارد، عامل نفسك ان انت بتهجم على قلاع بتاع، وجي واحد جاي عليك، جه جنبك ونتشك واحدة فردي، وانت عايز تنقل بسرعة، العنقاء دي هتسرع عملية الرجوع، تمام. لو يفترض مثلا انا لما كنت بستفز الناس كنت بعمل ايه، بحط جندي في المخيم، هعملها لكم دلوقتي، اشرحها لكم عملي. بحط جندي زي كده مثلا، نحط جندي مشاة، ايه الغباء بتاعي ده، بحطه جنبي هنا، شوف انا فين على الخريطة، شوف انا هنا اهو، تمام. انا بعمل نفسي ان انا بهاجم على حد، هوريكم ازاي الجيش بيرجع ازاي من المخيم عكس من الحقل، تمام. ويا سلام لو في قلاع مولع جنبيك، هتبقى الموضوع ده هيخدمك فشخ. يعني ده الفخ الفرد مش لفخ الحشوة، ماشي. اديني بعدت خالص اهو، شوفوا المسافة، المفروض يوصل بعد 48 او 49، تمام. هقول له عودة، اقول له عودة مثلا من هنا، انا اقول له عودة،
بصوا راجع ايه. فانا كنت بعمل كده وطبعا الدرع بتاعي نازل وبعمل حدود كتير جاي عليا من بعيد، وكنت ادخل من حساب تاني او اخلي واحد صاحبي ينشر موقعه ويقول فيوري ويقول ايه فيوري. اول ما لقى حد نزل جنبي وفي حسيت ان فعلا في حد هينزل جنبي في يضرب فردي، بقى عامل كده شوفوا الوقت كام اهو، 6 ثواني هيوصلوا. هو اول ما بيشوفوني كده بيعرفوا ان انا عايز اهرب، فبيسخن عنده وبيبقى مش عايزك تهرب منه، بروح ضربك فردي اجباري اجباري غصب عنه. انا ما بلاقي حد كده عايز يهرب مني ما بسيبش الفرصه دي. تمام تمام دي شويه نصايح كده انا حبيت اقولها في اول الفيديو كده، عشان ايه يبقى برضو فيديو مفيد، لان الاستعراض مش هيفيدك قد ما النصايح هتفيدك طبيعي يعني. تمام. بالنسبه للمعدات زي ما انتم شايفين معدات بهجت. طبعا ترصيع المواهب، المواهب المفروض ان انت بتظبط نسبك من المواهب، يعني مش شرط تعملها ميكس. انا اشوفه مقلل الرماة ومزود مشاة فرسان، لان انا الرماة عندي عالية، الرماة عندي عالية في النسب. بصوا النسب اهو، الرماة عندي عالية، يعني بصوا الفرسان عندي 500 بالحمى، انا بالحمى الفرسان عندي 500، الفرسان عندي 500 بالحمى بسبب الآثار. واللي مش هيشتري دي من الحدث والله العظيم فايته كتير. بصوا يعني بشوف ناس هيدخل يشتري الايموجي وال ايه يا عم هتشتري ايه، ايه الصور ايه، انت راجل عاهة، انت عاهة على فكرة، ليه تشتري الحاجات دي؟ الناس اللي بتشتري دي عاهات والله، يعني الناس اللي بتشتري الحاجات دي عاهات. انت هتسيب حاجة زي دي بتديك نسب يا بني ادم؟ النسب دي انت مش بتلاقيها في الشارع، انت هتاخد نسب بتاع 8% ولا 7%، 8% نسب لتلات انواع، عايز اكتر من كده؟ تمام. ولو قدرت تجيب 50 من دي هتزود نسبك. تمام. انا مش عارف ساحة التنين ده اعمل فيها ايه، لان التحالف ده انا داخل فيه كده ماشي حالي، بس عقبال ما اظبط الدنيا. المهم الاثار مهمة. تمام آثار مهمة. طبعا شفتوا الجيش، شفتوا الجيش، شفتوا الجيش. بس بإذن الله ناوي ان بهجت اخلي بهجت في حتة تاني، من حيث الجيش. تمام. لان انا ناوي بإذن الله ادرب جيش، يعني انا عندي شوية تسريعات، بس التسريعات انا مش هعتمد عليها، انا هشحن تسريعات، لو التسريعات اللي عندي دي مش هتعمل حاجة هشحن تسريعات بإذن الله. وهشوف لو حد من الناس النورمز دول عنده بنك عنده بنك للبيع مثلا، بس مقابل جواهر او كده هشتري. امين. غير كده بلح، يعني ما اشتريش بفلوس بصراحة. الجواهر ممكن اشتريها بفلوس، انما الموارد هشتريها بجواهر. فبإذن الله ناوي اخلي بهجت قوته 480 مليون، الجيش اللي ناوي اعمله 28 او 27 مليون بالظبط. تمام. هيبقى 2 مليون تي فور من كل نوع و5 تيتو من كل نوع. المهم بإذن الله ناوي افخخ برضو تفخيخة اخيرة بيه قبل ما ابني العزب وادرب الجيش. فناوي افخخ فيه تفخيخة، يعني هنزل مملكة، المملكة دي يعني اللي بيشوفوني بقوتي دي بيضربوني فرد، انا هفعل حمى فيها واشوف الدنيا هنشوف يعني. لو جه نصيبي فردي ضربات فردي، انا عايز اقول لكم ان الضربة الفردي في بهجت مش هتعمل حاجة، يعني الضربة الفردي هتزغزغ بهجت، انما الحشد بيولع بهجت، لان بهجت اتحرق كتير يعني بهجت. وبعدين الناس لما بتشوفوا الاحصائيات بتاعتي، شوفوا دفاعات ناجحة كام والدفاعات الفاشلة كام، الناس بتشوف الحتة دي بتخاف. ده بسبب ايه يا جدعان الدفاعات الناجحه دي؟ بسبب ما كنت فخ فردي تقريبا ما كنتش بولع غير ايه، بولع لما يكون في جنج عنيف يعني، وساعات كنت ببلع جنجات يعني. انا ممكن اسيب لكم كام لقطه كده او كام فيديو تمام، تشوفوهم لما كنت فخ فردي كنت بعمل ايه في الناس يعني. انا كنت غشيم 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 يعني، ساعات كنت انزل في وسط ناس عاملين رالي بارتي واروح نازل في وسطيهم وتعالى ياض وتعالى يخ يخ يخ، واروح داخلين عليا كلهم واروح بلعهم وخالع،
وكنت بقلبهم في جواهر. طبعا مفيش حاجة ببلاش، عايز قادك يرجع لك ويبات في حضنك، ايدك على 100,000. في ناس تقول لي مثلا معايا 50، اقول له ابعت يا عم يلا عادي، فاهم؟ اي حاجة تطلع بمصلحة. اصل انت لو قلت له لا خلاص انت مش هتطول ال50، وهو مش فارق معاه القائد بتاعه، ممكن يروح ينام، يروح يعمل اي حاجة ويسيب القائد عادي، وبالذات لو قوته كبيرة مش هيبقى فارق معاه، ومزارع. انما لو محارب هتلاقيه فيه نار كده، عايز القائد بتاعه، يعني عايز القائد. بس كده شباب، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، يلا سلام. I am you.